ارجو ان احنا الاجراءات اللي احنا عاملينها فيما يخص الاجراءات الاحترازيه اللي احنا عاملينها في موضوع كورونا، ارجو ان احنا نستمر عليها. احنا بوعينا وبحرصنا خلال الشهور اللي فاتت ربنا سبحانه وتعالى يعني سلمها علينا، يعني وصلنا لرقم كبير، ثم ابتدينا يعني دلوقتي الرقم ابتدى يتناقص. مش عايز خلال يعني التفاؤل باللي بيحصل ده، ان احنا مش بتكلم على المصنع، انا بتكلم على التفاؤل في التراجع نسب الاصابه وحجم الوفيات، يخلينا ان احنا عملنا اجراءات الهدف منها زي قبل كده ما قلت اجراءات صحيه متوازنه مع اجراءات اقتصاديه عشان مصالح الناس. وكمان ابتدينا يعني سمحنا لمنشآت كتير جدا جدا انها تشتغل لغايه يمكن اخرها لغايه الساعه 12 بالليل. يعني حاولنا ان احنا عشان قطاعات كبيره جدا كانت متاثره بالاجراءات اللي هي اجراءات الغلق، ما تخلوناش ان احنا نضطر يعني نرجع لها تاني، ولا قدر الله عشان برضو صحة المصريين وسلامتهم لو حصل حاجة هنبتدي نرجع مرة تانية لإغلاق وناخد إجراءات صعبة كانت الناس بتعاني منها. عايزين بحرصنا وان احنا زي ما انتم شايفيننا كده يعني الموضوع الكمامة وموضوع ان احنا يعني الإجراءات اللي احنا الإعلام بيتكلم فيها والناس كلها حفظتها، يعني نبقى تساعد على ان احنا تنخفض الاصابات، تنخفض الوفيات، ما تزيدش، حتى ما تستمرش على كده، لا تنخفض. وحاول حاجه تانية من فضلكم، ما امكن اعملوا يعني خلق الناس كلها اللي تقدر تمارس رياضه، ده امر مهم جدا جدا في مواجهه برضو لدعم المناعة، وكمان عشان نتيجة الإغلاق الشهور اللي فاتت دي كلنا يعني وزننا زاد شوية. فبرضو هتستغربوا ان انا بقول كده دكتور مصطفى، يعني استغربوا ايوة وزننا زاد، كلنا عدنا في البيوت فوزننا زاد يعني، فنخلي بالنا من النقطة دي ونلعب رياضة عشان زي ما قلت كده موضوع المناعة بتاعتنا تزيد ويبقى كمان نتخلص من الوزن الزيادة. أنا